وينضم إلينا من بغداد مراسل الغد مصطفى القطان. مصطفى، يعني تواصل المظاهرات الرافضة لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، هل بدأت تلاقي الصدى المطلوب لدى المسؤولين؟ وهل يعني من المتوقع أن تثمر عن أي تغيير في تكليف توفيق علاوي؟ يعني في البداية محمد توفيق علاوي أعلن يوم أمس في الكلمات ألقاها إلى الشارع العراقي بأنه سوف يقوم بإجراء إصلاحات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن ضغوطات الأحزاب السياسية، وإصلاحات على المستوى الاقتصادي وخلق فرص للعمل ومحاولة إبعاد العراق عن الاعتماد بشكل كامل على النفط اقتصاديا وتنويع مداخل الاقتصاد في العراق. كذلك دعا أو أكد على حماية المتظاهرين، استعادة هيبة الدولة، حصر السلاح بيد الدولة، والاستمرار بمطالبة مكافحة الفساد، وأيضا دعم المتظاهرين ومطالبهم الحقة. بالتالي مطالب أو ربما وعود كبيرة قدمها محمد توفيق علاوي خلال اليوم الأول بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية. ربما سقف الوعود التي أطلقها سوف تجعل مهمته مهمة صعبة بشكل كبير، باعتبار أن هنالك تحديد فترة سنة لرؤية ما سيفعله الرجل في المنصب في مكتب رئاسة الوزراء، وكذا وكيف سوف يتمكن من تجاوز الضغوطات التي طبعا تأتي من الكتل السياسية التي تريد أن تفرض وفرضت مرارا وتكرارا خلال الفترات السابقة، وعلى شخصيات عديدة رؤاها من أجل تمرير مصالحها الحزبية على مستوى أو على حساب المصالح الوطنية. الشارع العراقي هو الآخر يشهد اليوم كذلك تظاهرات واسعة في مختلف المحافظات العراقية، متظاهرون يقطعون الطرق الرئيسية في محافظة الديوانية، وفي النجف كذلك يقطعون الطريق الرابط للطريق الذي يؤدي إلى مطار النجف، والطريق الذي يربط محافظة النجف بكربلاء ويربط النجف في الكوفة. هنالك تظاهرات مشابهة في واسط، احتجاجات واسعة في محافظة الناصرية، وبدء طبعا توافد المتظاهرين على ساحتي التحرير والخلاني في بغداد، مع توقع مشاركة الطلاب في مظاهرات حشدة اليوم بعد منتصف النهار بالتوقيت المحلي في بغداد. بالتالي نعم هنالك رفض واضح مصطفى، يعني أخبرنا عن حجم الاحتجاجات، وهل الشارع متفق على رفض علاوي أم يعني هناك انقسامات؟ يعني محمد توفيق علاوي تم رفضه في أكثر من مناسبة من قبل المتظاهرين، باعتبار أن هنالك نظرة لدى المتظاهرين بأن هذا الرجل الذي شغل منصب وزير الاتصالات السابق والذي يدعم من قبل حزب الدعوة العراقي والحاصل على الجنسية البريطانية كذلك، يرونه مرفوض وفق المعايير التي وضعها المتظاهرون وكذلك التي دعمتها المرجعية الدينية في عدة مناسبات. بالتالي تظاهرات اليوم على ما يبدو أنها واسعة حتى هذه اللحظة، حتى هذه الساعة قبل انتصاف النهار في العراق، هنالك تجمع لمئات المتظاهرين في مختلف ساحات التظاهر، في الحبوبي، في الناصرية، في ساحة الساعة في الديوانية، وكذلك في ساحة التحرير والخلاني في بغداد، والمتوقع أن تكون هنالك أيضا تظاهرات مشابهة في مختلف المحافظات في وسط وجنوب العراق. نعم مصطفى القطان مراسل الغد من بغداد، شكرا لك.